الأزمة الخفية، النزاعات المسلحة والتعليم، عنوان التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011، والذي أصدره مكتب اليونسكو في عمان بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأميرة سمية بنت الحسن وعدد من وزراء التربية والتعليم من مختلف الدول العربية والأجنبية، لإطلاعهم على المخاطر المحيطة بملايين الأطفال نتيجة حرمانهم من فرص التعليم بفعل تعرضهم للعنف والنزاعات المسلحة. سلام على كل أرض عطشة مقسمة بالنزاعات، وكل شعب محكوم عليه بالحرب، وكل طفل سلبته الخلافات سنوات لعب وعلم وأمان. أصحاب المعالي والعطوفة، الحضور الكريم، لم يكن الوقت مناسباً أكثر لظهور مثل هذا التقرير ليكشف عن الصلة الوثيقة ما بين النزاعات المسلحة والتعليم. فملامح الوطن العربي في تغير سريع على المستويين القيادي والشعبي، وللأسف فإن رياح التغيير تهب أولاً على المدارس، تشل نشاطها وتحولها إلى مبان مهجورة من طلابها وهيئاتها التدريسية ومن العلم والتربية والحضارة. التعليم هو أول ضحايا الأزمات والحروب والنكبات، فعندما يطغى الخوف وتسيطر الحاجة يفقد المرء أمنه الإنساني ويفقد التعليم أولويته. وتشير نتائج التقرير العالمي إلى أن 28 مليون طفل، أي ما يعادل 42% من مجموع الأطفال في العالم، هم غير ملتحقين بمقاعد الدراسة رغم أنهم في سن التعليم الابتدائي، وذلك نتيجة للصراعات المسلحة والفقر الذي تعيشه بلدانهم. الأزمات والوضع الأمني الذي حدثت في نهاية عام 2005 و2006 و2007 انعكست سلبا على الواقع التربوي في العراق، ولكن الحمد لله بعد عام 2008 وفي بداية 2009 ولحد الآن، وبفضل تطبيق خطة فرض القانون التي سيطرت على الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات، بدأت وزارة التربية بوضع الحلول لمعالجة هذه الأزمة التي تفضلت بها. ويظهر التقرير أن التباطؤ في زيادة الإنفاق على القطاع التعليمي مقابل تضخمه في القطاع العسكري يشكل سببا رئيسيا في أن لا يسير العالم على النهج الذي يؤهله لتحقيق الأهداف الستة للتعليم، والتي اتفقت عليها أكثر من 160 دولة بداية القرن الحالي للعمل على تحقيقها بحلول عام 2015. إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه ثلث الشعب الفلسطيني هو على مقاعد الدراسة وهو يشكل مستقبل فلسطين ورؤيتنا للدولة الفلسطينية القادمة، فلذلك ما فيش مجال أنه نهمل أي قضية من القضايا. طبعا قضية الالتحاق، احنا لما بنحكي على التعليم للجميع معناته كل طفل فلسطيني لازم يلتحق في المدارس، وهذه طبعا مسؤولية كبيرة وبالغة الصعوبة، لأنه في مناطق متعددة احنا لا نستطيع أن نجد المدرسة أو نضيف صفوف. يعني على سبيل المثال في الضفة الغربية منطقة جيم، احنا لا نستطيع بناء أي مدرسة بدون موافقة السلطات الإسرائيلية، وكذلك في مدينة القدس. ويبرز التقرير مدى التقدم الكبير الذي أحرزه الأردن في مجال التعليم، وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة المحيطة به من صراعات ونزاعات أثرت بشكل مباشر على الواقع التعليمي فيه، لكنه نجح نتيجة للخطط الاستراتيجية في المحافظة على مستوى تعليمي متقدم. أولا، جاء اختيار الأردن لإطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، النسخة العربية من هذا التقرير في عمان، لسببين أساسيين. السبب الأول لدور جلالة الملكة رانيا العبدالله فيما يتعلق بدعم أهداف التعليم للجميع على المستوى العالمي، وثانيا لقصة النجاح الأردن في التعليم فيما يتعلق بتحقيق أهداف التعليم للجميع، وهذا طبعا وارد في ثنايا التقرير، من حيث أن الأردن من الدول العربية القليلة التي صنفت أنها ذات احتمالية عالية لتحقيق أهداف التعليم للجميع الستة بحلول عام 2015. الاهتمام بالآثار المترتبة على لغة التعليم المستخدمة وإعادة النظر في الطريقة المتبعة لتعليم الدين وإعداد المناهج الدراسية المعززة للسلام والمواطنة
بالإضافة إلى جعل المدرسة بيئة خالية من العنف، كلها خطط دعا التقرير الأممي لتنفيذها بهدف تشجيع ثقافة السلام والتسامح بين أبناء الشعوب. ويؤكد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع على أن النزاعات والحروب تقف عائقا أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يحتم على الجهات المعنية ضرورة النظر في الآثار الوخيمة للنزاعات على قطاع التعليم، وبهدف وضع الحلول لتحقيق التغيير. لبرنامج دنيا الصحافة، أيمن الزامل.